سافروا يتفسحوا مع بعض ونسيوا كل المشاكل اللي حصلت. رد فعل مفاجئ من حسام أنتيكا ويارا بعد حلقة المتزوجون. اتصدر المصور الفوتوغرافي حسام أنتيكا ومراته البلوجر يارا البهنساوي الترند على السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت، وده بعد حلقتهم مع بعض في المتزوجون اللي حكوا فيها عن قصة حبهم وازاي اتجوزوا بعد معافرة وسنين طويلة. فعملت الحلقة جدل كبير على السوشيال ميديا ما بين متابعين شايفين ان علاقة أنتيكا ويارا مثالية، وما بين اللي شافوا ان علاقتهم فيها خلافات كتير، وتوقعوا ان حسام ويارا ممكن يعملوا فيديو جديد يشرحوا فيه موقفهم. لكن المفاجأة ان حسام ويارا تجاهلوا كل التعليقات السلبية وقرروا هما الاثنين يسافروا ويقضوا الصيف مع بعض بعيدا عن الدوشة والتعليقات السلبية اللي ممكن تأثر عليهم او تتسبب في خلافاتهم. فيارا وأنتيكا بينهم قصة حب كبيرة بدأت من زمان جدا، من أكتر من 6 سنين. وقتها يارا كانت بتسمع عن إن حسام أنتيكا مصور مشهور في منطقة بولاق قبل ما يتشهر ويبقى بلوجرز وفوتوغرافرز مشهور. بعدها أنتيكا بقى مشهور بسبب صورة الجمل وبقى فوتوغرافر معروف وليه فانز كتير ومتابعين. طبعا يارا كانت واحدة منهم، فحاولت أكتر من مرة تبعت له على حسابه على السوشيال ميديا علشان تشتغل معاه، لكن حسام ما كانش مديها اهتمام ومش بيرد عليها. وقتها حسام كان بيحب واتجوز سلمى الكبريتي، وبعد شهور انفصلوا عن بعض ودخل حسام في أزمة نفسية وحالة اكتئاب ووزنه زاد. يارا لما عرفت حالته النفسية قررت انها تفضل جنبه وتحاول تدعمه وتسنده، كانوا بيخرجوا مع بعض وبتحاول تخفف عنه على قد ما تقدر، لحد ما يارا لقيت نفسها بتحبه وارتبطوا ببعض فترة. اتفقوا انهم ما يعرفوش المتابعين اي حاجة، لكن بعدها سابوا بعض وأنتيكا خطب بنت تانية، وبعد فترة اتفسخت الخطوبة ورجع أنتيكا ليارا. والمرة دي كان أنتيكا بيحب يارا بجد وعايز يتجوزها. بدأت يارا تتقرب من أهل حسام لحد ما حبوها هما كمان، بدأت علاقتهم تظهر للجمهور كله، لكن دايما كانوا بيقولوا انهم صحاب بس، لحد ما قرر حسام ان يارا تكون شريكة حياته فعلا، وحس ان هو حبها اكتر ما هي حبته، وطلب منها الجواز ويارا وافقت وكتبوا الكتاب بعد حوالي 2 أسبوع. وكانت الفرحة مش سيعاهم هما الاتنين، وبقوا من أشهر الكابلز على السوشيال ميديا، خاصة إنهم بقوا ينشروا فيديوهات كتير ليهم مع بعض. كان باين قد إيه الاتنين بيحبوا بعض. حكت يارا عن طول مدة معرفتها بحسام وهي متأثرة وبتعيط وبتقول أنا عملت كتير قوي خلال 6 سنين، قدمت حاجات كتير، حسام ما كانش بيحبني وما كانش عايز يتجوزني وكان بيقولها لي بصراحة، لكن أنا خليته يحبني وخليته يتجوزني، نفسي علاقتنا تكمل ونفسي يحبني قد ما أنا بحبه. وأكد لها حسام في الحلقة أنه بيحبها أكتر ما هي كمان بتحبه، وأكد لها موقفه لما قرروا يسافروا مع بعض بعد الحلقة علشان يقضوا أجازة الصيف مع بعض ويتجاهلوا كل حاجة سلبية ممكن تأثر عليهم أو تسبب لهم أي خلافات. قولنا شايف علاقة أنتيكا ويارا إزاي، وهل فعلا هيقدروا يتغلبوا على التعليقات السلبية؟ هنشوف.